باش نحطوا بين قوسين، اذا اسقطوا تبون او اجبروه على الاستقاله او اجبروه على اذا ما خرجوش الى حل توافقي، فمن يكون خليفه تبون؟ من يكون خليفه تبون راه محبوس، اللي هو علي الغديري. غادي تقول لي يا امير كيفاش يكون الغديري رئيسا وهو مسجون؟ فنقول لك تبون كان من ضمن تشكيله العصابه هو الاخر. نعم غادي نقول لك تبون ما فوط عليه حتى واحد وجابوه حطوه لك رئيس بدون انتخابات، انتخابات شكلية، صور اللي قالوا فيها انتخابات. غادي نقول لك تبون كذلك ولده كان في السجن ومتهم بقضية الكوكا، بقضية سبع قناطر رفقتها كمال شيخي المدعو كمال البوشي، فهذا الشيء لا يعجزهم وما حاجة اللي ما مشي حاجة. حتى بوتفليقة لما جابوه وحطوه كان متابع ومتهم بعدة قضايا تاع فساد واختلاسات لأموال الشعب الجزائري، بالنسبة لهم عادي هذا الأمور، لأن في آخر المطاف قلنا باللي الكازيرنا هي التي تعين، ولا حتى لا حتى لا تكونوا عارفين أن الغديري يمتلك حاجة التي تؤهله باش يكون بريزيدان، واش هي؟ أونسيان جينيرال، يعني ولد كازيرنا. مسألة وقت ووضع النقاط على الحروف والأحجار في مكانها، هذه أن يتكلموا إذا أسقطوا تبون وأجبروه على الاستقالة. تبون كذلك هو الآخر الجناح تاعو يناور ويستنجد بالخارج اللي يعتبرهم ليه حلفاء، الحلفاء في الخارج من أجل الغنيمة في الجزائر. هذه الكارثة اللي أنا واقعين فيها أخات، لازم يرضوا عليهم شوكرهم تاع الخارج باش يتعينوا الداخل رؤساء، ما يحوسوش على الشرعية الشعبية، ما يحوسوش كل يعينها الشعب، يحوسوا شكون يعينوه من الخارج من اجل حمايه المصالح تاعهم في الداخل. الان هو راه محطينا كراز لا بروف، مش قادر يخرج، مش قادر يتخذ قرارات. انت حاسب هذه القضيه تاع بوراوي، هو راهي خادمته ولا مساعدته؟ هو تبون كشخص وكشخصيه ما يحطها في الخراب القضيه، لان الجناح الثاني اللي يستثمر فيها ولا راه يخدم عليها ماهوش قادر يقولهم ستوب، ماهوش قادر، حتى وصلوا تكلموا باسمه وراحوا استدعوا السفير الجزائري في باريس. داك حازم خدمته تبون هذه القضيه تاع البرو ما تخدمهاش لانه هو كان بروغرامي وموجد باش يروح لباريس، ومن بعد جابوا له هذا لافير حطوه في كوانا، هو ما تساعدهش وماش مساعدته وما راهيش خدمته هذا لافير وهذا التاجيج تاعها. وحتى الناس اللي راهم ياجوا فيها باسبوع، اللي راهم حاسبين روحهم راهم يقدموا في خدمه تبون وطاحين على بوراوي والدنيا وكذا، راهم حاسبين راهم يتودوا لتبون وراهم يقدموا في خدمه تبون. انا نتكلم على الجهله اللي ماهمش عارفين، فهؤلاء راهم يزيدوا في الطين بلل تبون، فهؤلاء راهم يخدمون للجناح الثاني